في هكتار زيادة عن الفلاحة في بلادنا تساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4% وإنتاج عدلة 25 مليار دولار عام 2020 مقابل 23 مليار دولار في سنة 2019، وتلكم قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا بسبب تأثيرات الأزمة الصحية. سنواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح تحفيزات هامة، منها ما يتعلق بالتمويل الذي قد يصل إلى 90% من الاستثمار، تشجيع الفلاحين على تحسين جودة إنتاج وتثمين المنتوجات الفلاحية من خلال تطوير الصناعات الغذائية الزراعية من أجل رفع نسبة الصادرات من هذه المواد مع تطوير السلاسل اللوجستية.